بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم دلوقتي بنكمل سلسلة شرحنا لمادة الإحصاء الفرقة الثالثة في القرآن تحديدا أه ترم تاني جامعة المنوفية شبيه لكم النهاردة المحاضرة رقم 3 رقم 3 واللي بتتكلم عن حاجة اسمها الإيه؟ المالتي ريجريشن أند كورليشن أناليسيس تمام تمام المحاضرة دي يا جماعة في شابتر 14 تحديدا يعني محاضرة نوعا ما رخمة لكن إن شاء الله هنبسطها وتكون الدنيا سهلة وجميلة يعني بإذن الله فركزوا معايا فتحوا عينيك كويس جدا 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 لأن الموضوع رخم شوية تمام عشان في دورانات ولف وحاجات غريبة شوية أه قبل ما نبدأ شرح ونخش في التفاصيل بتاعتنا طبعا هتروح على القناة تعمل سبسكرايب فيها وتشغل زر الجرس والفيديو اللي انت بتفرج عليه ده تعمل عليه لايك ويلا بينا بقى نخش في التفصيل يلا صلوا على النبي بصوا يا جماعه بقى خلصت الموضوع اللي انا هقوله ده في الكام نقطه اللي انا هكتبهم دول واول ما اعمل الكلام ده بقى هنطبق عليه المثال فصلوا على النبي هو الاول عايز يعمل حاجه اسمها ايه ملتبلاي ريجريشن ايكويشن عايزك تحددها يعمل لي المعادله دي فالمعادله اصلا بتقول ايه ان الواي هات بتساوي بي دوت او بيتا دوت يعني بيتا واحد اكس واحد زائد بيتا اتنين اكس اتنين في وقت خطوات هنعملهم ايه هم الخطوات دي صلوا على النبي اول حاجة نغير بس اللون عشان كل حاجة تبقى واضحة احنا الاول هنحسب الواي باور والواي بار دي عبارة عن ايه؟ الواي بار عبارة عن سميشن واي على ان وهنحسب احنا عندنا بقى كام اكس؟ اكس واحد وايه؟ واكس اتنين اه فاللهم محمد هنحسب الاكس بار واحد عبارة عن ايه؟ سميشن اكس واحد على ان ونحسب اكس بار اتنين عبارة عن سميشن اكس اتنين على ان انا بحاول اظبط الكاميرا لان انا بصور لوحدي فاللهم صل على سيدنا محمد في حاجه هنحسبها كمان ايه هي؟ بص بقى عشان تخليك من الحته دي الواي سمول الواي الصغيره الواي سمول بتساوي الواي كابيتال ماشي ناقص الواي بار واخد بالك الواي سمول دي الواي الصغيره بتساوي الواي كابيتال ناقص الواي هات ناقص الواي بار اسف تمام هقول لك هنحتاجها في ايه دلوقتي وعندنا حاجه اسمها الاكس الصغيره الاكس سمول بتساوي الاكس الكبيره كابيتال ناقص الاكس بار حلو الكلام تمام بعد كده لازم انت تبقى عارف ان فيه معادله بتقول ان البيتا بتساوي البيتا بتساوي بتساوي ايه بتساوي بيتا واحد بيتا اثنين اللي هي اصلا بنجيبها ازاي بنجيبها ازاي يا عم صلى على النبي اكس ترانسبوز ترانسبوز علامته كده اما البار كده تمام كده ترانسبوز كده بار ماشي خلي بالك عشان في فرق اكس كل ده هنعمل له انفيرس هنعمل له تدوير تمام ونضربه في اكس ترانسبوز الواي حلو الكلام لحد هنا كده انت عرفت المعادلة فالاول هحسب الحتة دي اللي هي اكس ترانسبوز اكس ترانسبوز بقى اسف كده ونعمل لها ايه تدوير هتحسبها زي ما تحسبها عادي ماشي هتحسبها عادي بقى لك طريقه حسابها ازاي بس انت في الاول بتحسب ايه الحته دي حلو الكلام طيب هيطلع لك الارقام اللي هتطلع لنا اصلا في الحل بتاع المساله آه هتكون مثلا بالشكل ده ايه مش ارقام بقى نقول الرموز والرقم هيبقى فينا موجب او سالب هنا موجب او سالب وكل ده اس ايه او احنا هنقول ان هو اس يعني اس سالب واحد السالب ده معناه ان احنا هندور الكلام ده طب هندور يعني ايه التدوير معناه ان انا ببدل ده مع ده يعني اخلي ديت ايه وديت بي واعكس اشارات ال الكروس دياجونال ال A وال -B ده يا جماعة اسمهم ايه؟ اسمهم المين دياجونال القطر الرئيسي أما ال الإشارتين ال دول أو ال ال, ال شفت أنا بشاور على ايه الحتة دي اسمها الكروس دياجونال الكروس دياجونال تمام ولازم الرقمين هيساووا بعض يعني هنا لو خمسة يبقى هنا خمسة هنا عشرة يبقى هنا عشرة دي علامة يعني ليك لازم تبقى ايه عارفها تمام آه فالله فاللهم صل على سيدنا محمد انت لما بتيجي عشان نعمل الانفرس دوت بحسبه ازاي اللي هو اسمه دلتا اساسا له طريقه في الحساب عباره عن ايكوال عناصر القطر الرئيسي اللي هو ده هضرب ايه في بي ايه في بي تمام عناصر القطر الرئيسي ناقص عناصر القطر الكروس دياجونال يعني مثلا نفترض ان هنا في خمسة وتلاتة يبقى ثلاثة في خمسة هنا لو في عشرة واربعة يبقى عباره عن عشرة في 4 مش عشرة اربعة طبعا لان انا قلت لك ايه لازم الرقمين دول يكونوا بيساووا بعض فهو الاول بحسب الايه الدلتا فانت بتحسب الدلتا الدلتا هي عباره عن حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي ناقص حاصل ضرب عناصر ايه الكروس ديجون القطر اللي هو العرضي ده تمام يبقى القطر ده ناقص القطر ده هيطلع لك رقم الرقم اللي بطلعه ده بقى أنا بعمل حاجة اسمها إيه؟ بشقلب بعكس بعمل تدوير فمش هتبقى دلتا سي مثلا إحنا إحنا بنحل الرقم هيطلع بأربعة فعلا يعني فالدلتا بتساوي أربعة بس أنا مش هشتغل على إنها بتساوي أربعة كده أنا هقوم قايل بقى إيه؟ واحد على دلتا يعني واحد على إيه؟ أربعة فاهمين؟ تمام؟ طيب وبقوم عامل إيه بقى زي ما قلت لك بقوم رايح جاي مبدل العناصر دي يعني أحط إيه مكان بي بالشكل ده كده هنا بي وهنا ايه؟ ولنفترض ان ان الاشاره ديت اصلا موجب والاشاره ديت سالب فانا هعكس هخلي ديت سالب واخلي ديت موجب تمام هو ده الايه؟ التدوير اللي انا بعمله في او تحديدا الانفيرس يعني تمام يبقى انت كده حسبت ايه بقى؟ حسبت الحته دي اللي هي اكس ترانسبوز اكس الكل أس سالب واحد أو مش أس سالب واحد يعني اللي هو إيه بعمل له اللهم صل سيدنا أحمد بعمل له انفرس تمام فاهمين لحد كده دي إيه الجزء الأولاني من المعادلة اللي أنا لك عليها فوق إيه الحتة دي كده أنا جبت الجزء ده فاضل بقى إيه الجزء ده بحسبه إزاي سهل عادي مفيش مشكلة أهو إكس ترانسبوز واي اكس ترانسبوز ايه واي فالاكس ترانسبوز عادي انت في المساله بيبقى معاك اكس واحد واكس اتنين فانا بعمل لهم ايه شقلبه ب ببدلهم بخلي العمود صف والصف عمود حلو والواي الواي دي بقى يا عم الحاج هي الواي ده اهي الواي سمول لذلك ايه انا قلت لك في الاول خالص هنحسبها هنبقى عارفين هي جت إيه؟ لذلك بعملها في الاول خالص تمام طيب بعد ما بتجيب تحسب الاكس ترانسبوز واي بروح بقى احسب الايه اللهم صل على سيدنا محمد بحسب البيتا وهي عبارة عن ايه عبارة عن ايه زي ما قلت من شوية من فوق قلت عبارة عن بيتا واحد بيتا اتنين تمام فبحسبها ازاي اللهم صل على سيدنا محمد كل اللي انا بعمله ان انا هقوم كاتب ال الكسر اللي انت طلعته دولاره بتاعت الدلتا ده هو عبارة عن واحد على دلتا تمام والنواتج اللي انت طلعتها فوق مش انت حسبت ديت دي اللي هي الاكس ترانسبوز اكس اس سالب واحد طلعت لها قيمه طلعت لها ناتج مش رقم واحد بس ده انت طلعت لها مصفوفه يعتبر يعني اللي هي الحته دي انت حسبت دي اللي انت طلعته ده بقى بتنزله هنا في المصفوفه دي تمام وحسبت كمان الاكس بار واي الاكس بار واي فباخدها الناتج بتاعها اللي هو هيعتبر مثلا سي ان هنا انزل المصفوفه بتاعته واحطها هنا يبقى انت حسبت الانفيرس فشقلبت الكسر يعني طلعت الدلتا مثلا باربعه فيبقى واحد على اربعه وانزل المصفوفه هنا وديت كمان هنا واخلص دي كلها مع بعضها هيديك رقمين اتنين هيديك ايه رقمين اتنين وتحديدا في المسألة بتاعتنا هيبقى اتنين ونص وسالب سالب واحد ونص تمام؟ واضحة لحد كده؟ يبقى انت كده معاك البيتا هات واحد والبيتا هات اتنين اللي هم قلت لك من شويه فوق ايه ان البيتا هات عباره عن بيتا هات واحد وبيتا هات اتنين فقيمه البيتا هات واحد هي اتنين ونص وقيمه البيتا هات اتنين هي عباره عن السالب واحد ونص كده جبت قيمه البيتا هات واحد وجبت قيمه البيتا هات اتنين فاروح بقى اشتغل في المعادله بتاعتي اللي هي البيتا هات دوت بتساوي ايه صلى على النبي بتساوي الواي بار الواي بار بار ناقص البيتا هات اتنين بيتا هات واحد اسف بيتا هات واحد اكس بار واحد ناقص بيتا هات اتنين اكس بار اتنين خلي بالك بقى, بقى. الواي ال ال بار اهي انت هتبقى حاسبها اساسا والاكس بار واحد حاسبها والاكس بار اتنين حاسبها يبقى هما دول اللي معاك اهم فانت معاك الواي ال ال بار انت حسبتها ومعاك الاكس بار واحد ومعاك الاكس بار اتنين فاضل لك ايه فاضل لك البيتا واحد والبيتا اتنين ما انا مطلع قيمهم يا عم محمود مطلع ان ده باتنين ونص تمام ومطلع ان ده بكام بسالب واحد ونص بس الدنيا سهلة خالص لو عن داب عن داب اللي هو هعوض عن ده بقيمته وهعوض عن ده هيتعوض بقيمته اي وده بقيمته اللي هو 2.5 وده بقيمته اللي انت هتحسبها في الاول خالص وده نفس الكلام بواحد ونص وده بقيمته برضه مفيش مشكلة يبقى انت كده حسبت الايه البيتا هات او البيتا دوت يعني عموما تمام فانت كده جبت الجزء ده اروح بقى ايه اكون المعادلة الاصلية بتاعتي خالص اللي كانت في الاساس خالص اللي كانت بتقول ايه كانت بتقول ان الواي هات بتساوي بتساوي ايه بتساوي البيتا دوت او البيتا هات يعني عموما في بيتا هات واحد اكس واحد زائد بيتا هات 2 اكس 2 لذلك بقى احنا لازم نح كنا نحط في الاول خالص الحته دي ودي تمام عشان لما يجي يقول المعادله يقول المعادله الواي هات بتساوي البيتا دي بقى بكام؟ احط دي اس هنا كده او اسف ال الهات يعني تمام الطاقيه دي فالقيمه اللي انت طلعتها من نتيجه المعادله دي هتنزل زي ما هنا ولنفترض مثلا وهي فعليا هتطلع معانا احنا بنحل باربعه فهحط ان هي باربعه اهو زائد البيتا هات واحد كانت بكام قلنا ان هي طلعت معانا باتنين ونص في الاكس واحد زائد مش زائد بقى هتبقى ما احنا قلنا ان البيتا هات اتنين طلع بسالب واحد فهي هتبقى ايه سالب سالب اهي سالب واحد ونص اكس اتنين وهي دي المعادلة بتاعتنا لذلك 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 المفروض المعادلة تبقى بالشكل ده كده يعني المفروض نحط البيتا ديت على على الكلام يعني المفروض نعدلها اصلا في الورق بتاعنا هو ده تكون بالشكل ده اللهم أه على صلحت محمد كده كده وكده تمام وهي دي المسألة بقى اللي احنا ايه هنشرحها دلوقتي تمام يعني دلوقتي انا فهمتك الفكرة في الاول وبالتالي لما نيجي نشرح تلاقي الموضوع سهل بالنسبة لك تمام يا رب تكونوا فهمتوا اللي انا قلته ده طريقة الحل ثابتة مفيش مشكلة شوية خطوات ورا بعضها ستيب باي ستيب كده وهتلاقوا الدنيا سهلة خالص خالص ان شاء الله يعني ف... يلا بينا بقى نشرح المثال اللي هو موجود في الورق ده ذات نفسه يلا بينا